أمر مدهش لا يصدقه عقل، وقد لا يتوقع الكثيرون أن سائقاً أردنياً يمكن أن يقوم به، خصوصاً أنه لم يكن معه أحد حينما قام بهذا الأمر. لكن عدسات الكاميرا الموجودة بالمكان وثقت ما قام به بالصوت والصورة من البداية حتى النهاية. فما القصة؟ تجربة لا مثيل لها أقدم عليها سائق أردني يستحق لقب فنان بجدارة، بعد أن قام بأمر يصعب بل يستحيل أن يقوم به الكثير من السائقين أمثاله. فالسائق الأردني الذي على ما يبدو يقوم بقيادة شاحنات النقل الثقيلة التي ربما يخشى بعض الأشخاص أن يفكروا في المرور بجانبها وليس أن يقودوها، أظهر حرفية عالية جدا يندر أن تتواجد في سائق مثله. السائق الأردني قرر أن يقوم بتجربة يستعرض من خلالها مهارته الشديدة في القيادة، والتي قرر أن يقوم بها بعيداً عن الناس على طريق بعيد بالقرب من أحراج عمان. السائق قرر أن يقوم بتجربته تلك بواسطة بيضة قام بوضعها على الأسفلت، وقرر أن يسير بالشاحنة فوقها بدون أن يكسرها أو حتى يمسها بعجلات شاحنته الضخمة. وبالفعل قام السائق وركب الشاحنة وبدأ ينطلق بها إلى الأمام، ثم رويداً وببطء بدأ يرجع بها إلى مكان تواجد البيضة، حيث نجح بشكل مدهش في أن يقوم بالمرور فوق البيضة بدون أن يكسرها بأي عجلة من عجلات الشاحنة المتعددة. قائد المركبة لم يمر بجوار البيضة ويتجنب كسرها، بل قام بالمرور فوقها مباشرة، حيث نجح بشكل مدهش في أن يجعل البيضة تمر بين فرددي عجلات الشاحنة، والتي مرت فوق البيضة بسلام بدون أن يتم كسرها. في نهاية التجربة قام السائق البارع بالنزول من الشاحنة ليقوم بنفسه بكسر البيضة التي وضعها في طبق، قائلا إن هذا التحدي قوي جدا، لكنه أثبت أن بإمكانه تنفيذه وأنه يتحدى سائقين آخرين أن يقوموا به. الفيديو حقق انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن إعجابهم بمهارة السائق وبراعته الشديدة في القيادة، بينما رأى آخرون أنه ليس أي قائد مركبة أو من يمتلك رخصة قيادة يمكن وصفه بسائق. كتب أحد المتابعين: بسم الله ما شاء الله، تبارك الله، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. وكتب آخر: إنجاز يحسب للأردن، برافو. بينما علق ثالث قائلاً: هي في الحقيقة ليست مهارة السائق، بل إنها مهارة التقنية الموجودة في الشاحنة، وأنا أنتقده لأنه رمى بقشر البيضة على الأرض دون أن يراعي سلامة البيئة ونظافة الطريق. ورغم كل شيء فالشاحنات الحديثة صارت أوتوماتيكية، وأنت هل ترى أن السائق بارع أم أن الشاحنة هي التي ساعدته على ذلك؟